السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا أحبابي في الله؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة بفضل الله تعالى. قبل ما نبدأ نصلي على الحبيب المصطفى، اللهم صلي على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. درس يومنا بفضل الله لطرد الجن من البيت والمكان بفضل الله، ولا يعود له أبد الآبدين بفضل الله تعالى وبقوة هذه الطلسم. يكتب الآن، سوف أكتبه أمامكم الآن وأرسمه أمامكم. يكتب ويعلق في المكان، يكتب في ورقة بيضاء ويعلق في البيت، لا يقترب فيه شيطان ولا جان بفضل الله تعالى، وإن كان فيه يفر ولا يعود أبدا أبدا بقدرة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. يكتب في ورقة بيضاء من غير السطور. مثل ما بكتب تكتبه بفضل الله تعالى هذا الطلسم. وأعلقه في أي مكان فيه شيطان أو جان لا يقدر يقعد فيه بفضل الله تعالى، ولا يسكن في البيت الذي فيه هذا الطلسم بقوة الله تعالى. اكتبه في ورقة بيضاء من غير السطور. واحد 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 واحد
واحد واحد ستة واحد ستة واحد 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 ثلاث واحد ألف ط لام ح واحد ثمانية. واحد واحد هذا الطلسم بفضل الله تعالى يكتب ويعلق في البيت الذي فيه جان لا يقترب منه بفضل الله تعالى. يكتب في ورقة بيضاء من غير سطور بقلم أحمر. هذا الشكل يكتب كما هو، لقد رسمته أمامكم الآن وكتبته. تكتبه في ورقة بيضاء من غير سطور في أي وقت بفضل الله تعالى، وتعلقه أو تطبقه وتخطه في البيت. أو أي شخص ملبوس فيه جان يريد أن يخرجه يكتبه ويعلقه عليه بفضل الله تعالى، لا يدخل في جسده أبدا بفضل الله تعالى ما دام هذه الورقة معلقة معه، لا يقترب منه أبدا بفضل الله تعالى.